اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا اجواء بطوله كاس العالم للانديه فرض نفسها على كل المشاهدين والمتابعين، لدرجه بالامس الكل كان بيتابع نهائي كوبا ليبرتادوريز ما بين بالميراس وسانتوس. طبعا مباراه حظت باهتمام ومتابعه كبيره جدا من الجماهير المصريه، رغم انه بالمناسبه يعني ما حدش هيقابل هذا الفريق المتاهل الا ان شاء الله باذن الله لما نتاهل الى المباراه النهائيه. لكن في النهايه بالميراس بالقضيه ايضا فاز على سانتوس في اللحظات الاخيره وفي الدقيقه 98 في الوقت القاتل، هدف من ضربة رأس مميزة جدا قدر فيها بالميراس يكسب بطولة كوبا ليبرتادوريس ويتأهل للمرة الثانية لكأس العالم للأندية. بالميراس سبق ليه فاز بكوبا ليبرتادوريس مرة قبل كده، وده بالتأكيد انتصار وفوز بالبطولة للمرة الثانية على حساب اسم كبير سانتوس البرازيلي، اسم كبير جدا في الكرة البرازيلية وتحديدا في أمريكا الجنوبية. خلاص بالميراس دلوقتي حاليا خلاص هيتأهل لكأس العالم للأندية وهيكون موجود في طبعا الدوحة للمشاركة في هذه البطولة يوم 3 فبراير. بايرن ميونخ وصل تصدره للدوري الألماني، فاز آخر مباراة على هوفنهايم 4-1، وهيلاعب بهرتا برلين إن شاء الله قبل ما يسافر لمونديال الأندية، وهيسافر إن شاء الله يوم 6 فبراير. طيب عايزين نطمن على أخبار البعثة والجديد في هذه اللحظات وآخر الترتيبات قبل التحرك إلى طبعا ملعب التدريب والأجواء بعد ظهر اليوم. لذلك أذهب في هذه اللحظات إلى الزميل العزيز أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. مساء الخير يا أمير. مساء الخير عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مفتقد جدا البرنامج في الحقيقة، لكن في كل الأحوال مبسوط جدا بتواجدي مع الفريق كموفد لبعثة قناة النادي الأهلي. كواليس كتير جدا هنا مهمة وأخبار هامة جدا جدا بتتعلق بفريق النادي الأهلي. أنا معاك يا محمد في كل الاستفسارات اللي أنت حابب تسأل. اتفضل نبدأ مع بعض، وبالتأكيد بقى فرصة وأنت معانا على الهواء مباشرة من خلال الترند. الهوا معاك، الجديد بالنسبة لك، شايف ازاي الصورة داخل المعسكر، الحالة المعنوية والحالة النفسية عايزين نتكلم عليها كمان يا أمير، والإجراءات الاحترازية أنا عارف بتتطبق بشكل صارم جدا، لكن في نفس الوقت أنا شفت النهاردة بعض الصور للألعاب الترفيهية للبعثة وللاعبين عشان تخرج من الأجواء شوية بسبب الإجراءات الاحترازية الصعبة جدا في وجودكم داخل فندق الإقامة. كل هذه التفاصيل بقى والمعلومات والإضافات اللي عندك قبل التحرك إلى ملعب التدريب. كويس، الإجراءات الاحترازية في الحقيقة غاية في القوة ومشددة جدا جدا يا محمد، وأنا حابب أبتدي بالجزئية دي تحديدا عشان أأكد على كل جماهير النادي الأهلي وعلى كل متابعي برنامج الترند إن مفيش أي تهاون في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية. ما ينفعش خالص خالص اللي جوه الفندق يخرج بره، مستحيل، واللي بره يدخل جوه الفندق ده ايضا امر مستحيل. بالمناسبه مفيش اي نزلاء اطلاقا اطلاقا موجودين في مقر اقامه النادي الاهلي الا بس فريق النادي الاهلي وفريق اولسن هونداي الكوري الجنوبي، هم دول فقط، البعثتين دول فقط اللي متواجدين في مقر الاقامه هنا. فيما عدا ذلك مفيش اي فرد تماما بيقترب من بعثه النادي الاهلي، وده طبقا للاجراءات الاحترازيه المشدده وكمان طبقا لتعليمات الفيفا المشدده جدا جدا بخصوص كيفيه تطبيق هذه الاجراءات. ده امر من ضمن الامور الهامه جدا تتعلق بفريق النادي الاهلي. لكن فيما يتعلق بالكواليس يا محمد بشكل عام، فالفريق النهارده برنامجه بالشكل الطبيعي جدا، فطار الصبح، غدا كان في تمام الساعه 3 عصرا بتوقيت الدوحه هنا، وكمان كان في برضو اجتماع كده من قبل الكابتن محمود الخطيب مع البعثه الاعلاميه للنادي الاهلي ومع اداري النادي الاهلي للحديث عن بعض النقاط الهامه اللي تتعلق بكيفيه التعامل خلال التواجد هنا في مقر الاقامه، مع التشديد على ضروره الالتزام لكل افراد البعثه. وفي الحقيقه ما حدش مقصر بشكل كبير جدا، لكن هو اهتمام طبعا ضروري جدا جدا من رئيس البعثه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. بالمناسبه كمان النهارده الكابتن محمود الخطيب استلم الشهاده او شهاده الفيفا للنادي الاهلي بخصوص مشاركته رقم 6 في تاريخ بطوله كاس العالم للانديه، وده ايضا كان امر مهم جدا. خليني كمان اقول نقطه من الكواليس غايه في الاهميه يا محمد، ان الفيفا طلب تيشرت النادي الاهلي بتوقيع الكابتن محمود الخطيب علشان يحطه
بالظبط عشان يحطوا في المتحف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لفتة مهمة جدا، وكان حريص طبعا كابتن محمود الخطيب ان هو يلبي هذا الطلب، وده ان دل يدل على عراقة النادي الاهلي وايضا يدل على الاسم الكبير للكابتن محمود الخطيب في الكرة بشكل عام، تحديد الكرة الافريقية كأحد ابرز اساطير الكرة الافريقية. يعني دي برضو كانت نقطة غاية في الأهمية. لكن خليني اقول لك برضو ايه اللي بيحصل خلال هذه اللحظات. الفريق اتغدى، طلع كل لاعب على غرفته، محدش بيخرج اطلاقا غير لبعض الالعاب الترفيهيه واللي متوفره هنا داخل مقر الاقامه، عشان يتم يعني مواجهه الملل اللي بيحصل لبعض اللاعبين او للبعثه ككل بسبب طبعا الاجراءات الاحترازيه المشدده ويعني التعليمات المهمه جدا. فاضيق الحدود كده في بعض الالعاب الترفيهيه الخفيفه زي ايه امير؟ طيب بتبقى برضه في مكان محدد، يعني مثلا زي بلاي ستيشن 5، ده ابرز الامور يعني او ابرز الالعاب الترفيهيه اللي موجوده هنا. اللاعبين يعني بيتناوبوا على المباريات على بلاي ستيشن 5. خليني اقول لك بالتحديد اكتر واحد بيتالق في اللعبه دي هو طاهر، محمد طاهر، حريف جدا جدا، مكسر الدنيا، بيكسب يعني فرق سكور 4-5 في الحقيقه، مكسر الدنيا. فزي ما هو لعيب في الملعب هو كمان في البلاي ستيشن بيلعب بشكل ممتاز جدا. في كمان اللعبه اللي هي بالكوره دي، اللاعبين بيلعبوها كده بايديهم، زي كمان في السهم، يعني بعض الالعاب الترفيهيه البسيطه اللي بيلعبها لاعبي النادي الاهلي. ده بالمناسبه ما بيشتتش اطلاقا لاعبي النادي الاهلي، لكن هو بس بيخرجهم من يعني الاجواء اللي احنا متواجدين فيها، الاجواء اللي تتعلق بالاجراءات، اجراءات الاحترازيه وحاله الملل اللي ممكن يمر بها اي حد بامر طبيعي في الحقيقه بسبب هذه التجديدات. طيب. النهارده هيكون في مرعون للنادي الاهلي في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت الدوحة هنا، السابعة بتوقيت القاهرة. مران أكيد هيكون من ضمن التدريبات الهامة جدا بالنسبة للاعبي النادي الأهلي، ويواصل استعداداته بشكل طبيعي. يا محمد اتفضل. طيب. لو عايز أي استفسار أنا معاك. عايزك يا أمير تطمني طبعا بكل التفاصيل المتاحة بالنسبة لك بالنسبة لحسين الشحات ومحمد هاني، يعني في خلال دقيقة طبعا يعني تقدر تطمني على الحالتين بالنسبة للاثنين اللعيبة وباقي أفراد الفريق إن شاء الله الكل في حالة فنية وبدنية كويسة، ولا شايف الأمور إزاي بالنسبة للاعبين في مران الأمس والنهاردة في الصباح؟ الحالة البدنية والفنية لكل اللاعبين مميزة جدا جدا باستثناء زي ما أنت قلت حسين الشحات ومحمد هاني. بس أنا عايز أطمن جمهور النادي الأهلي يا محمد، محمد هاني امبارح عمل اختبار طبي كده، جري حول الملعب، ما اشتكاش من اي الام خالص، حتى طبيب الفريق سالوه وهو بيجري ها في اي حاجه، حاسس باي حاجه؟ قال له لا ما فيش اي حاجه خالص. يعني النهارده هيواصل برضو اختبار طبي جديد عشان تامن على اللاعب بشكل اكبر وتتاكد من جاهزيته من المشاركه في بطوله او في تدريبات النادي الاهلي الاول، وبعدين تم المشاركه في اولى مباريات النادي الاهلي امام الدحيل باذن الله. تمام يا أمير. لكن ابشر جمهور النادي الاهلي نسب لحق محمد هاني بالمباراه كبيره باذن الله تعالى، اقل تقدير هيكون على دكه البدلاء. فيما يتعلق سريعا بحسين الشحات، حالته مطمئنه ايضا، بعد بكره بالكثير ان شاء الله يشارك في التدريبات بشكل طبيعي مع الاهلي باذن الله تعالى. زميلي العزيز امير هشام موفد قناه النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والايضاحات من معسكر الفريق استعدادا للمران الثاني اليوم في استعداد مباراه الدحيل باذن الله يوم الخميس القادم. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.